بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسعد الله أوقاتكم أيها الإخوة الكرام بكل خير مع السلسلة الثالثة من الإحياء في ثوبه الجديد، وهذه السلسلة بعنوان مباحث فقهية مقاصدية. وقبل أن نشرع في هذه السلسلة يطيب لنا أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير للإخوة في منصة رواق للتعليم المفتوح للجهود العظيمة التي يبذلونها في خدمة العلم ونشره، والذين تفضلوا علي بأن أكون معكم في خدمتكم. كما أرفع أسمى آيات الشكر للإخوة في كريم مكناس 79 ناشرون الذين تجشموا عناء إخراج هذه السلسلة المباركة بصورة جميلة جدا ونشرها في جميع المواقع أو في كثير من المواقع الإلكترونية، وخاصة في موقعهم الرائد موقع كريم مكناس، وهو موقع علمي أكاديمي. فجزاهم الله عنا وعن الإسلام كل خير. وهذا الكتاب هو وقف لوجه الله تعالى، ستجدون رابطه إن شاء الله على الحائط، يمكنكم تحميله. هذه السلسلة إخواني الكرام مباحث فقهية مقاصدية، وهي تختلف عن السلسلة التي نشرناها في السنة الماضية والتي كانت بعنوان مباحث أصولية مقاصدية. تلك السلسلة كانت تتحدث عن أصول الفقه وكيف نستخدم تلك الأصول في عملية الاجتهاد. فمثلا تناولنا مبحث الواجب الاجتماعي الفرض الكفائي، وتناولنا في بحث الإبداع والابتداع مبحث المصلحة المرسلة ومبحث البدعة، وتناولنا أيضا مبحث سد الذرائع من خلال كتابنا النظر في مآلات الأفعال وأثرها في الفتاوى والأحكام. ثم تحدثنا عن الاجتهاد والتقليد من خلال كتاب زبدة التحقيق في الاجتهاد وفي التقليد والتلفيق. تحدثنا عن الوسائل الشرعية وغيرها من المباحث. أما هذا الكتاب الذي بين أيدينا فنتحدث فيه عن مباحث فقهية مقاصدية مأخوذة من كتاب الإحياء وجمعت في هذا الجزء. وفي هذه المباحث يخلط الإمام الغزالي مباحث الفقه بمباحث المقاصد، ويقدم لنا الفقه بطريقة مقصدية تظهر روح الشريعة الإسلامية ومقاصدها. في هذه السلسلة سنتحدث فيها عن عدة مسائل. المسألة الأولى مسألة مقاصد المكلفين أو البواعث، والمسألة الثانية أو البحث الثاني نتحدث فيه عن فقه الدعوة وفقه الحسبة، المبحث الثالث فقه الأولويات، الرابع فقه الحلال والحرام، ثم فقه المعاملات، ونختم ذلك بفقه الغناء والموسيقى أو فقه الترفيه. بداية الكتاب: الحمد لله الذي شرع الحنيفية السمحة بلطفه ويسره، ونهج مناهج الحلال والحرام بعدله وحكمه وكرمه ونواله بما فيه الخير والصلاح لعباده، مبدع فرائد الدرر من خطرات الفكر لسحائب فضله ومنه وإكرامه، الذي أحكم أصول الشريعة المنيعة بالتمام والكمال على مدى الزمان والمكان، وأنشأ لطائف العبر من شواهد النظر برواتب طوله وإنعامه، وأكمل بعنايته رونق دين الإسلام، وصير برعايته الملة القويمة مرتفعة الأعلام الموصوفة باليسر والسماحة، المكللة برفع الحرج ودفع المشقة، المحفوفة بالرحمة العامة والخاصة، فأنقذ البشرية من ظلمات الجهالة إذا تمسكوا به، وهداهم إلى الاستبصار به عن الوقوع في عماية الضلالة إذا اهتدوا. أحمدك اللهم ربي حمدا تاه في وصفك أفهام أولي الأولى النهى،
وأشكرك شكرا حار في قدرك أوهام الأنباء على أن أوضحت مناهج الشرع ورفعت معالمه وأحكمت قواعده وأحكمت قواعد الدين وأثبتت دعائمه. وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك شهادة رسخت عروقها في صميم الجنان وتنجي ناطقها من عذاب النيران وترفع بها قائلها إلى أقصى الدرجات. وأشهد أن محمدا عبدك المرتضى ونبيك المجتبى ورسولك المصطفى المبعوث إلى الخلق والأمم كافة بشيرا ونذيرا رحمة بهم، فأبان معالم الدين ومقاصده بما فيه مصالح العباد وأضاء سبل اليقين حتى سطع نور الشرع من ظلام الجفاء بحسن عنايته، وظهر نور الشريعة عن أكمام الخفاء بيمن كفايته، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الذين لم يستروا أقمار دينهم بغمام الشك والبداء ولم يحتجب أنوار يقينهم بأحكام الأهواء والشهوات، صلاة تتجدد على تعاقب الليالي والأيام وتتزايد على انتقاص الشهور والأعوام، وسلم تسليما كثيرا آمين يا رب العالمين. وبعد، هذا هو الجزء الثالث من سلسلة الإحياء في ثوبه الجديد، والذي جعلته بعنوان مباحث فقهية مقاصدية. نستعرض في المبحث الأول نظرية الباعث على تصرفات أو مقاصد المكلفين، وفي الثاني فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو فقه الدعوة وفقه الحسبة. المبحث الثالث فقه الأولويات وذم الغرور الناتج عن الإخلال في ترتيبها. المبحث الرابع فقه المعاملات والحلال والحرام. وفي المبحث السادس فقه الغناء والموسيقى. وأسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا هذا العمل، وأن أكون قدمت للدعاة وللمسلمين هذا العطاء العلمي الفذ لحجة الإسلام الغزالي بصورة جيدة ناصعة يستفيد بها كل المسلم أو يستفيد منها كل المسلمين.